1902، وبعد حصوله على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية بعام واحد فقط، اخترع ويلس كارير المولود عام 1876 بمدينة نيويورك الأمريكية أول مكيف للهواء يتحكم بالحرارة والرطوبة، حيث صمم الجهاز لخدمة المطابع، وذلك لمنع التقلبات في الحرارة والرطوبة من إفساد الألوان المطبوعة على الورق، وساعد المكيف في إيجاد بيئة مستقرة، مما جعل الألوان الأربعة للطابعة ثابتة ومضمونة النتيجة. ظلت فكرة مكيف الهواء تلمع في رأس كارير، إذ قام بتأسيس أول شركة له مع مجموعة من زملائه عام 1915، وذلك للعمل في مجالات التبريد بوجه عام، وأطلق عليها شركة كارير للهندسة المعروفة بنفس الاسم حتى وقتنا هذا. عام 1921 قامت الشركة بإنتاج أول مكيف للهواء، وكانت لا تقتني سوى الأسر الثرية للغاية والمتاجر والسينمات والمصانع آنذاك بسبب حجم الجهاز العملاق، حيث بلغ طوله وعرضه 2 متر، في حين بلغ ارتفاعه 6 أمتار، وهي قياسات ضخمة للغاية لا يستوعبها أي منزل. وفي عام 1928 طورت الشركة أول مكيف هواء منزلي عرف باسم صانع الطقس. نقل كارير عقب ذلك أعماله إلى كوريا الجنوبية واليابان، حيث أصبحت الأولى من أكبر الأسواق لتداول المكيفات الهوائية حول العالم ككل. توفي كارير عام 1950 عن عمر ناهز 74 عاماً، ولكن لم يقف تطور المكيفات عند هذا الحد، ففي تلك الحقبة الخمسينية تم تطوير أجهزة المكيفات من حيث الشكل والحجم والكفاءة لكي يستطيع مالكي المساحات الصغيرة اقتنائها. أتى اختراع كارير للمكيف إلى ازدهار الاقتصاد والصناعات، بحيث غير في العديد من الظروف المطلوبة للتصنيع والتطوير في مجالات الحياة المختلفة، واستطاع أب مكيف الهواء أن يقود البشرية إلى فجر جديد بهذا التطور الكبير في الصناعات، من السلع المخبوزة إلى الصناعة المتقدمة، حيث مكن هذا التحكم الدقيق في درجة الحرارة والرطوبة مراكز التسوق وأجهزة الكمبيوتر والخوادم التي تشغل الإنترنت اليوم من العمل بكفاءة عالية.